السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في Software Project Management. اليوم راح ندخل في Chapter 7 و Chapter 8 إن شاء الله. خلينا نبدأ. مشي on my screen. Chapter 7 بيحكي عن الـ Cost Management. هون يعني إجمالا بيحكي لنا عن كيف نعمل الكاست مانجمنت بالنسبة للمشروع، يعني كيف شو الشغلات اللي موجودة في المشروع اللي احنا بدنا نطبقها تكلفتها، يعني مثلا لو بدنا نعمل تكلفة الديفلوبرز، تكلفة الماتيريال، التولز، كل التكلفات اللي تتعلق في هذا المشروع لازم تكون واضحة قبل ما نبلش المشروع. فبروجكت كوست مانجمنت فعلا نحكي عن هاي الكوست اللي تكلفة المشروع بتفاصيله. بروجكت كوست مانجمنت انكلودز كل البروسيسز اللي احنا لازم نعملها في المشروع، كل شيء بدنا نعمل في المشروع لازم يكون واضح عندنا، فرضا نكتبه مثلا في الاكسل شيت. بالاكسل شيت تكون كاتبين مثلا بالانيشيشن فيز شو لازم نعمل، شو لازم نحضر، شو الماتيريال او الشغلات اللي لازم تكون موجوده معنا عشان نطبق المشروع. هاي كلها لازم تكون موجوده في خلينا نحكي البادجت اللي هي الميزانيه العامه للمشروع. كل التفاصيل هاي تكون موجوده في الميزانيه العامه للمشروع، عباره عن دوكيومنت او دوكيومنتس بتفصل كل هاي التكاليف. اوكي، ف لو لما نخلص او لما نعمل البادجت الميزانيه العامه للمشروع بيكون احنا عارفين الـ estimating costs involved developing an approximation or estimate of the cost of the resources needed to complete a project. مثلا بنحكي مثلا بالمشروع ان احنا لازمنا خلينا نحكي جافا ابلكيشن. Okay, that's a cost. لازمنا network setup معينة بطريقة معينة. That's a cost. فأي شيء نحتاجه في المشروع، حتى الـ developers cost of the developers، كم راح يكلفوني الـ developers اللي مبرمجين اللي راح يشتغلوا على السيستم. Determining the budget، النقطة الثانية، determining the budget involves allocating the overall cost. احنا لما بدنا نحدد الميزانية لازم نكون كاتبين وعارفين كم رايح يكلف كل شيء، وكمان نعرف على أقل التقدير كم راح يكلف هذا المشروع. بأقل التقدير ممكن يزيد، بس بأقل التقدير لازم نعرف كم يكلف هذا المشروع. واحنا ماشيين بالمشروع لازم احنا نكون متحكمين في الصرف لهذا المشروع. controlling costs involves controlling changes to the project budget. لازم نكون متحكمين في الكاست في البادجت اللي معانا، لانه ممكن يصير في تغيير بسيط في المشروع. فساعات في بعض المشاريع بيحكوا لك ما عندنا ما بادجت، او في ساعات بيحكي خلينا نشتغل على البادجت بحيث انه ندفع لهذا التغيير، نفس الوقت نحافظ على الرقم النهائي. فرضا بده يكلفنا خلينا نحكي 10,000، بده يكلفنا 10,000 دولار مثلا يعني. فصار في تغيير، وهذا التغيير بده يخلي الكاست العام 12,000. شو ممكن اعمل في جوا المشروع اللي ما توصل ل 12، اللي يخليها 10؟ ممكن الغي بعض الشيء، ممكن يعني نوعا ما ببدا اشتغل في الشغلات اللي موجوده في المشروع بحيث اني ما ازيد، اخلي المشروع يطلع عن ال10 اللي انا بديت فيه. بس على العموم ساعات بيطلع، فلما يطلع بدناش اياه يطلع كثير عن البادجت اللي عندنا. ما بدنا اياه فرضا 10,000 المشروع بصير 15. هاي فرق كبير، فرق كبير. عادة المارجن خفيف، قريب جدا، يعني 10 11 10 ونص، يعني قريب 12 ميبي، بس ما بدنا نزيد في الالوكيشن. طبعا اي تغيير
لازم نقدم دوكيومنتيشن او ورق اللي يتوافق عليه، يتوافق عليه بمعنى انه انتوا طلبتوا هذا التغيير، هذا التغيير مضطرين انه نزيد البادجت بتكلفه كذا. توقعوا اسفل هاي بنهايه الدوكيمنت عشان توافقوا على الزياده تبعت المشروع. طبعا ستيك هولدرز اذا بدهم شيء طبعا وافقوا، وانت بتكمل المشروع بتكلفه مشروع جديده صار مش 10 صارت 12، لازم تكون موافقه قبل ما تبلش في هذا التغيير. شغلات اساسيه في الكاست مانجمنت حكينا عنها يمكن في احد الفصول السابقه، بس في بروفيتس، في شيء اسمه بروفيت، بروفيت مارجن. البروفيتس هاي على العموم اتس ار ريفينيوز ماينس اكسبندشر، اللي هو اللي داخل بتشيل منه التكلفه فبيطلع البروفيت، بيطلع البروفيت. اوكي البروفيت اللي هي الربح الصافي، خلينا نحكي الربح الصافي. اوكي to increase profits a company can increase revenues to decrease or decrease expenses او الاثنين مع بعض. اوكي البروفيت مارجن از ذا ريشيو اوف ريفينيو تو بروفيت، يعني البروفيت مارجن اللي هي من الى البروفيت اللي هي الربحي راح يكون من الى، هذا هو المارجن. قديش هل المارجن عالي ولا المارجن مش عالي؟ في شيء اسمه الدايركت كاست وشيء اسمه اندايركت كاست. الدايركت كاست اللي هي التكلفة الشغلات اللي بتأثر تأثير مباشر دايركت مباشر على المشروع. اوكي سواء كان برودكتس او سيرفيس حتى كمان. خليني اعمل لكم هاي هيك او سيرفيس كمان. اوكي برودكت او سيرفيس للمشروع دايركت كوست، يعني مثلا شيء هذا راح يكلف كذا عشان نعمله. اندايركت كوست اللي هي غير مباشر، في شغلات ممكن نعملها راح تاثر على شغلات ثانيه من بعيد. مثلا هاي بسموها indirect cost، انا لازم اجيب مثلا مبرمجين او لازم اجيب محللين مع انه حللت، لازم يجيب محللين لتدقيق التحليل او اي شيء. anyway indirect cost اللي هو اي شغلات بتاثر على المشروع او راح تكلف بطريقه غير مباشره، بطريقه غير مباشره. sunk، في شيء اسمه sunk cost is money that has been spent in the past. sunk cost الشغلات اللي أنا صرفت عليها من البادجت من الميزانية. فهاي بحكوا هاي الفكرة فيها هاي إنه consider it done، خلص صرفت عليها مش راضي خلص راحت، ما بصير أرجع أفكر إنه كيف أرجعها أو أيا كان. خلص sunk cost اسمها sunk cost، إنه هاي هذا الشيء اللي انا دفعت عليه، المبلغ اللي دفعت عليه دفعته راح ما بقدرش ارجعه. sunk cost. The project cost estimates the budget can be developed and maintained. زي ما انتم شايفين هون هاي عباره عن مايكروسوفت اكسل سبريد شيت منكتب فيها كل الشغلات اللي بدي اياها راح تكون عندي بالمشروع. لاحظوا هاند هيلد ديفايسز سيرفرز، بدي 4 سيرفرز، بدي 100 هاند هيلد ديفايسز، كم راح يكلفوا هدول سواء كاست يونت باي يونت او بشكل عام، كم راح يكلفوا؟ 60,000 فور هاند هيلد ديفايسز. بدي 4 سيرفرات 16,000 4 سيرفرات. فهون التكلفه بالحبه الواحده يونت كاست، والسب توتال اللي هو بدي 100 يونت، يونت الواحدة 600 دولار، بيصير عندي 60,000. 60,000. اوكي اوكي فبالنهاية في عندي the total project cost estimates هيها. هاي عندي طبعا break down structure هذول percentages. بأي حالة من الأحوال هاي الفكرة إنه في عندنا مايكروسوفت إكسل، هاي اللي على الأغلب بيستخدموه عشان احط كل ميزانيه المشروع بتفاصيله. طبعا اللي بده يشتغل هذا الشغل اغلبه راح
بيتعامل مع الفاينانس ديبارتمنت علشان يشوف كيف بنعمل وكيف الشركه بدها اياه، كيف الفورمات، كيف اللاي اوت، كيف البريك داون ستراكشر، دبليو بي اس بريك داون ستراكشر اللي بدهم اياه بالنسبه للامور اللي متعلقه في المشروع، كيف بدهم ايانا نكتبها وكيف بدهم ايانا نطلعها باي فورم. هيك شابتر 7. شابتر 8